طب انا في عندي، كنا قاعدين بنتناقش من شويه قبل ما نبدا المحاضره، خدت بالك في الكومنتس اللي احنا هنطلعها على مين؟ على الشوط اللي هو اللي موجود، ودي كانت مهمه احنا نسجلها بس ما سجلناش، بس مش مشكله ممكن نعيدها تاني. فانا جيت قلت لهم ان في زتونه هنا لازم تتقال، اللي هي موضوع النجيله الخضراء ده. تفتكر النجيله الخضراء دي انا ممكن اعملها ازاي؟ احنا يعني بنتناقش. الكون والوجدان ها؟ هنعمل كماتيريال ازاي؟ يعني، انا ولا عايز، كايه؟ مش عارف، انا عايز اشوفها نجيله خضراء، تفتكر ممكن اعملها ازاي؟ هعملها انا عايز بوكس، مش بوكس، انا عايز بالمنطق. بالمنطق نعملها. انا يعني لو انا مثلا هعملها ريكتانجل 2D، ماشي ماشي وهديله اكسترود مثلا هرفعه شوية، وهديله ماتيريال صورة نجيلة، وبعدين اوكي، اخش في البامب او ديسبلاي. هديله او ديسبليس. تمام، في حد عنده هعمله حل كده. تاني؟ مروه، راجل، الا بقى الحل اللي حضرتك قلته لنا قبل ايوه كده، افتكرت زي اللي كان الزلط اللي هو سماه لبلان، ايوه بنعمل عليه الكون، اللي هو ايه؟ للكون. ايوه اللي هو عمل سكاتر؟ ايوه يس. استاذ. بس خدي بالك، هو سكاتر ده هيديك شكل حاجه مزروعه، خدي بالك، طماطم، كرنب، ايوه مش عارف اي حاجه زرع، اللي هو الورقه بتاعته كبيره. لا ده انا عايز نجيله نجيله، بلاش، عايز اعمل سجاده. بص بقى، كان في اللي هو الريفل ده، ها؟ الريفل ليه؟ كان في كومنت اسمه ريفل ريفل؟ ريبل. بس ريبل ده او اللي هو ريبل، شكل مش نقطة فاهم. المية اللي بتقع تديك ويفز دائرية. هقول لك، بص عادل انت معايا صح؟ بص الأول يا عادل، انت تروح تجيب كتلة، وخلي بالك الكتلة دي لازم تكون في الاكستندد، لازم تكون هنا ايه؟ واحدة واحدة وفتفوتها في الوقت. شامفو. تعالى بقى نشوف بقى حتة الشامفر بوكس دي ليه؟ ايه سببها يعني؟ اولا شكل الشامفر بوكس اهو ملفوف الاطراف، عشان لو انت عايز تعمل سجاده او عايز تعمل اي حاجه ليها شراشيب او خيط طويل ويبقى منسدل عندك على الارض، ما انت عايز واقعيه، ماشي، بس ما فيش تخانه سجاده بالطريقه دي. ايوه ما احنا اتفقنا، تعالى بس نظبط هنا يا اسماء، من كاستمايز يونت سيت اب، خليها هنا سنتيمتر يا اسماء، انت معايا اهي، ايوه محضرتك. واجي هنا كده يا حاجه اسماء اخلي دي سنتي، اخليها حاجه صغنونه يعني، اخليها مثلا ولا سنتي حتى، اخليها مثلا بوينت. حلو، المشكلة الوحيدة اللي هتقابلك عشان تروح تعملي الأمر ده هي كمية السجن، لأن هي بتتوقف عليه ايوه كمية، السيجمنت. اللي هي تتوقف عليها كمية الشعر أو كمية النجيلة أو كمية الكثافة بتاعت الشكل. يعني أنت ما عندكيش سيجمنتس مش هيبقى فيها كثافة، عندك سيجمنتس هيبقى فيها كثافة. أنا مش فاهم إيه بقى اللي هيبقى فيها كثافة، تعالى بقى واحدة واحدة. أنا ماسك الشكل ده كده ومضطر أنت اضطرارا منه عادل إن أنت تروح تزود سجن كده. شايف؟ ده غصب عنك مش مزاجك. ماشي. طب ثم ده انا بتكلم على اللينث والويدث، مش مهم الهايت. تعالى بقى كده واحده واحده، هتطلع هنا عندك من جوه هنا جيومتري اهي، وتحت ستاندرد واكستاندرد وكومباوند، في الاخر هتلاقي في عندك هنا ايه؟ فيري فيري. الله، هتلاقي في عندك هنا ايه؟ فيري يو في في فير. فير. بص ماشي. بقى، بص مجرد ما انا جاي ادوس عليها احنا طلعت، يا نهار ابيض، ايه ده شعر. ماشي، تعالى بقى ننظفه، وتعالى نجيب، ايه رايك يا مروه، نجيب كاربت، ماشي. كاربت اهي، تيشر اهي، وتعالوا نختار شكل السجاده اهي. طبعا يعني البنات عايز أيوة واحدة ليهم من الجداد الاولويه، اللي أيوة. ليهم الاولويه في اختيار ذوقيا، ان انتوا يعني اكثر مننا ذوقا في الاختيار، وبالذات الحاجات دي اللي طالعين جداد دول اللي وبرتهم عالية. اللي هم اني دي. طب لا نخش لا هنا، لا نخش على الباترن نشوفها، يعني ماشي نشوف نشوف. ستايلز كده. اي اختار بقى. اوه الحاجات دي جميلة، ممكن اللي فيها تركواز دي دي حلوة يا دكتور. اني واحده، دي الجراي. الجراي دي ولا دي؟ أيوة. لا تحت، دي تحت شوية. دي لا اللي لا تحت ممكن اللي يعني. جنب دي على طول، جنب دي دي على طول اللي فيها كويس دي. لطيفة دي برضه، ممكن اوكي برضه ألوانها. خلاص، حاجه هنا كليك يمين واجي اقول له نسيتها. طب ما تقول لنا كده من الصبح، هو انت هتروح تقعد تلزقها كصوره يا مارينا؟ صح يا مارينا؟ لا مش هلزقها صورة طبعا، أكيد هديها. لا لا أكيد مش هلزقها صورة دكتور. هعمل ايه بقى يا فنانه؟ هقول انت هتيجي عندك للايه؟ للكتله اللي انت عملتي لها فير، اللي هي دي. الشعر الكثيف احنا لسه ما دخلناش على موديفاي ولا عدلنا فيها ولا اي حاجه خالص، لكن انت هتيجي هنا من ماتيريال، وهاجي اختار اللي هي الفير، هختار قصدي التيكتشر اللي هي بتاعت الكربت اللي انت اخترتيه، عادي جدا. اجي هنا من ديفيوز، وهاجي هنا كده يا مارينا اقول لو سمحت عندك من جوه جنرال، بيت ماب لو قافل كل نقفل ده كده تقريبا. اهو، ادينا حلو الوادي بيت ماب، جنرال بيت ماب. واختار الصوره اللي احنا ايه، اللي احنا اخترناها من شويه اللي هي دي. شكرا.
هتوديها فين؟ مره هقول له اساين على الفيرت، ومره هختار اللي هو الشامفر واحدة بوكس. شعرية واحدة من دي. لا لا، هختار الشامفر بوكس واجي اقول له هنا اساين. يعني انا هحطها مرتين، مره على الفير ومره على مين؟ على الشامفر بوكس. كده في مشكله؟ حد يرد؟ لا تمام. تمام. بص بقى كده عندك هنا يا لاء، لو انا جيت عملت هنا ريندر انا ما عملتش حاجه ولا ظبطت سيتنجز. اوه لونت الشعر ده، لون على شكل نفس الشعر. شعر مين كرتوني كنا بنتفرج عليه زمان؟ دورة باين ولا ايه؟ كرومبا باين حاجة ده كده. حاجه زي كرومبو كده. كرومبا صح؟ معتقد العروسة القطن على دي. فكره المربع اللي هو بيعمل ريندر ده انا ممكن اكبره، يعني ممكن في عندك حاجه اسمها اللي هي الباند ويت، يعني ممكن اجي اقول لو سمحت جوه ريندرنج مش عايز اللي هو ريندر عاد الملك سكت لي كده. عادل مش في المود النهارده. عادل بص حاجه خلي دي كده 48 هتفرق معاك في ايه؟ هقول لك، هو لما بيجي ريندر يعمل ريندر بيبتدي يمسك مجموعه مربعات بعدد بكسل تحتيها، انت ليكي الحقيه ان انت تصغري الكميه اللي بياخدها كل مره او تكبريها. يعني بتشوفي انهي اسرع بالنسبه لك وهو بيرندر، بياخد مربع ده يعمله ريندر وياخد اللي بعديه، ياخد اللي بعديه وهكذا. لو انا جيت صغرت المربع قيمه مربع هتلاقي الموضوع ده اسرع شويه. هتشايف؟ بس طبعا الموضوع ده تقيل خلي بالك. هتشايفها؟ بص عامل ازاي؟ يا نهار ابيض، بس دي تخينه قوي. ايوه يا فندم، انا مش هسيبها كده اكيد. ده انا هاجي هنا بقى كده اخش عندي على مين؟ انت عايزها تبقى ايه؟ عليها تبقى بقى. تبقى سجاده او تبقى نجيله؟ ماشي، هخش على موديفاي اهي، وهمسك الفير اللي انا عملته واجي اقول له ان اللينس اكيد مش 38 سم، ده انا هروح اخليه مثلا 3 سم. كتير طبعا 3 سم، خلي بالك الثيكنس ده اكيد مش نص سم، ده انا هخليه مثلا 0.2. انت معايا يا مروه؟ الجرافيتي اللي هو ينجذب للارض خليه خلاص زي السجاده كده. مش عايز خليها ليها بند، بند وتيبر دي هناخدها بعد شويه اللي يجي لها الخبر. خليها على هي وضعها كده واعملي رند. وقولي لي بقى دي كده خلصتها؟ بتوقع كتير. انا هسيبها تسيبها بيتوقع تخلص وهوقف الريكورد عشان ده بيتقل الدنيا اهو. كتير الحين. شنو قولي يا فندم سامعك. قلت لك؟ السيجمنت الكتير الحل شنو؟ هقول لك بص، ما هو انت احنا ما بين شقين، انت عايزه صوره بدرجه واقعيه بدرجه رياليتي صح؟ فانت عندك حاجه من الاثنين، يا اما استقرا بعمل بامب بقى وديسبليس والكلام ده كله وهو هيتقل بردك بس مش زي دي، بس انت في النهايه الصوره مش هتبقى مبلوعه. اذا كان الشوت بتاعك الفوكس عليه ده منظر رئيسي والسجاده بتاعته هتبان اللي فوقيها السفره وفيها المحتوى، انت مضطره تعملي الكلام ده. يعني احنا خلينا نعترف بالظبط. في البدايه انا محتاج ان يكون اولا جهاز شديد عندي عشان اقدر اطلع بيه شغل. ثانيا ابتدي اوفر في المناظر او المشاهد اللي انا مش هيبقى فيه فوكس على الشغل بتاعي. انتوا معايا؟ ايوه طب خلاص، فانا عندي هنا اهو كده خلاص دي كده، وعرفت ان انا اغير الكلام ده. طب معلش، هي هتفرق بشكل النجيله ولا هتفرق اي حاجه غير كام زتونه كده صغيره؟ انا هاجي اخد نفس الصوره دي مش عشان حاجه، بس بدل ما اعملها سيلكت واروح اعمل اساين تاني. هتبقى لك ده انا هروح اجيب اللي هي الصور. اعتقد انا عندي صوره وممكن اخش اجيبها تاني، بس مش بدل ما نروح ونقعد نعمل سيرش. اي صوره من الصور اللي هي ايه؟ اهي مثلا خلاص؟ بس خد بالك هو اكيد اللينس مش هتبقى 3 سم، ممكن اخليه مثلا 5. الثيكنس مش هخليه 0.2، ممكن اخليه مثلا 0.5. هتحتاج جرافيتي يعني ممكن اقللها، يعني مش عايز لو حد بياخد باله مثلا اللي هي شكل نجيله خضراء مش دايما بتبقى مدلوقه على الارض، دايما بتبقى واقفه مش زي الشوكه مايل. خلي بالك. يعني هي خلي بالك يا مروه، يا مروه مش زي مايلة الشوكه بس شوية. مايله شويه. بس خدي بالك هي واخده بند بس تيبر. مش انت عندك الشكل اللي هو بتاع شكل النجيله الخضراء بيبقى واسع من تحت وطلع ده، بتكلم على الفرده الواحده الورقه الواحده، ايوه. فانت محتاجه تعمل لها تيبر حاجه بسيطه، حاجه بقى هوا يعني. بص كده لما نيجي نعمل رندك بقول دي نجيله ولا مش نجيله؟ وهوقف بردك ريكورد عشان نخلص ونستنى. وصلت دي كده؟ وصلت وصلت. أيوة تمام. نرجع بقى تاني كما كنا، مش عارف عادل راح فين.
وعاد الان تقريبا هو موجود بس يعني. لا لا انا موجود لسه، كنت انا ماشي، كنت كنت بتجيب في، القهوه، كنت بتجيب لا لا القهوه. المايك، المايك كان في حاجة بس مش فاضيش. طيب بص تعالى بقى نجيب الصوره تاني دي كده خلاص. حلو، يعني خلاص الزيتون اللي فيها او المشاكل دي، واخر زيتونه اتكلمنا فيها اللي هي على موضوع سواء كانت النجيله او الايه شكل شكل السجاده في الانتيريور من جوه. طيب انا عايز اعرف بقى مين عنده مشاكل في ايه، يعني اخر حاجه من المشاكل اللي انتوا تعرضتوا لها ايه، واحده واحده، واقل من واحده واحده. وانا عندي مشكلة بصراحة، خلي بالكو عشان هنتزنق، الفاينل رخم، الفاينل هيكون ده تقريبا عشره، يعني ده عشر الفاينل اللي انت هتاخده، خد بالك. قول قول يا سمك يا سمك. عندي مشكلة، عندي مفروض ارض كده المفروض احط لها ماتيريال، انا كنت بعملها المره اللي فاتت وريتها لحضرتك، بس مش عارفه ليه مش عايز تظبط معايا، ده انا عدتها كذا مره لا عارفه تظبط تظهر ماتيريال ولا عارفه اعملها ريندر، طيب ابعتي لي مع انه الفايل، البلان بسيط قوي يعني ابعتي ابسط لي من الفايل، البسط. لا ابعتي لي الفايل بس سيبيه 20، هسيبه ايه، 20. حاضر ماشي. طيب مين عنده ايه تاني قبل ما سمعت تبعت لي الفايل ونشتغل عليه؟ بس مهندس لو مثلا عايز اعمل جرافل بس ماتيريالز مختلفة، يعني انا كنت بعمله سكتر الاول بس جربت ان انا اعمله سكتر على اتنين. احنا في عندنا مشكلة دايما من ساعة ما ابتدينا وقلت لكم محدش عادل يروح يزود سيجمنتس الا في مكان الفايل، ما ايه مكان التعديل بس، واحنا خدنا وظيفة اسمها برو اوبتمايزر، حد فاكر؟ هو معلش صوت خلاص بيقطع ولا انا مش سأل عندي مشكلة؟ الصوت، الصوت يا جماعة بيقطع؟ لا هو صوت، قطع لا شوية بيقطع. كده اهو. طب حد سمع صوت انا بيقطع؟ عشان ممكن يكون مع، يعني عشان اتصرف. اه هو كده تمام ظبط. طيب بص، ايه الزتونه بقى؟ احنا خدنا وظيفه اسمها برو اوبتمايزر. يعني ايه برو اوبتمايزر؟ برو اوبتمايزر ده اللي هو بيروح يقلل لي كميه الفيرتكس، لو حد سيجمنت فاكر السيجمنتس الفيرتكس، ايوه والفيرتكس، فبالتالي التوتال نفسه بيبقى ايوه خفيف مع عدد الكتل اللي كلها معراج، كله هيبقى خفيف ماشي. طب في حاجه تانية ممكن تبقى موجوده، اه، وحاجه مهمه كمان اللي هي ايه، في عندي وظيفه اسمها في ري بروكسي. مش فاهمه ايه الفي ري بروكسي ده؟ دي الكتله بتاعتك اهي، انا محتاج ان انت تكون ايه الاصغاء عندك بزياده، ان انت تكون نسخ ليا يعني. خلاص حاجه ادوس هنا مثلا على رقم 7، العداد ده مهم، خدت بالك؟ انت عندك حجم الفايل ده قد ايه؟ في كام فيرتكس؟ 60,000 يا نهار اسود. اه بس في سؤال منطقي المفروض حد يساله دلوقتي، هو انت عندك اصلا 60,000 دي بتاعت الكتله دي ولا في حاجه مخفيه؟ شكله في حاجة لا كان مختلفة. في حاجه مخفيه. طب انا محتاج اعرف دي قد ايه؟ فانت لو انت جيت دوست على البلاس دي خدت هنا ايه على دول، كونفيجر فيجر كونفيجر، هتلاقي في عندك اللي قبل الاخير بشويه اللي هو الايه، statistics هتلاقي من جواها، total لا مش عايز توتال، هتلاقي في عندك توتال بلس سيلكشن، اقول له هنا ابلاي. انا استفدت ايه بقى؟ اللي انت ان ماسكه هيقول لك كميه الفيرتكس بتاعته قد ايه اهي، لكن في حاجه مخفيه شايفها؟ تمام، يبقى انا كده الزتونه حلوه ان انا اقدر اعرف انهي كتله اللي عامله لي الازمه. انت هتسمعني؟ يبقى انا كده اقدر اعرف انهي كتله من الكتل اللي عامله لي الازمه. خلاص؟ ده البرو اوبتمايزر والفايل بتاعي 39,000، انا لغيت هنا برو اوبتمايزر. تمام. فين بقى الفي ري بروكسي ده؟ الفي ري بروكسي ده عباره عن وظيفه بتقلل لي كميه الفيرتكس عندي في الشكل المعروض قدامي. بس هي فيها مشكله، ان الشكل نفسه بيبوظ قدام عينيا لكن في الريندر بيطلع كويس. مش فاهمه. الخطوات، ايوه الخطوات كالاتي، انا الاول بكليك يمين وهتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها ايه يا مروه، بيري مش في ري، اكسبورت. اه في ري ماشي، اكسبورت، اكسبورت يعني بيقول لك انا هاخد الملف الكتله بتاعتك دي واخرجها لك از فايل اهي. طب معلش يا مارينا احفظه فين؟ احفظه لي على الديسك توب. طب معلش انت هتسميه ايه؟ وخد بالك وانت بتسمي، انت عندك هنا الاسم دوت اللي هو في ري ماش، تعال نسمي اسم الفايل ابو علي. طب معلش الفايل اللي هو اسمه ابو علي، انت هتروح الماكسيمم فيرتكس قد ايه؟ الفيسز قد ايه؟ كام؟ 10,000 يا نهار ابيض. طب تفتكر انت لو واحد قلبه جامد وقلبه ميت وعايز يقلل ال 10,000 دي هيقلل لحد كام؟
ممكن مثلا النص ألف براحت ألف مثلا براحت ألف ألف طب ألف خلاص. لا أنا هروح أخليها ميت. يا نهار أبيض، ده أنت قلبك ميت. ماشي أوكي. إيه رأيك بقى في شكل الكتلة اللي اتغيرت؟ هي لسه متغيرتش زي ما ولا هي حاجة. يا فندم، مفيش حاجة اتغيرت. اللي أنت عملته دلوقتي من في ري مش اكسبورت، إن أنت بتمسك الكتلة تخرج ملف اللي أنت عملته أهو. أدي الملف بتاعك أهو اللي اسمه أبو علي في ري مش، اللي هو ده. طب هو دي ده واحدة اللي بس. بايظ بقى صح؟ طب أنت عايز دي؟ كليك لا يمين خلاص ما انا عملته. هقول له هايد، مش عايز. حلو كده. ماشي طب انا هعمل ماشي ايه؟ هروح انا جاي اعادل واقول له في ري ايه؟ بروكسي وادوس وان كليك. بيقول لك لو سمحت تروح نادي على الملف اللي اسمه ابو علي. ايه رايك في الكتله بايظ. بايز؟ دي كده بايظه. هي بايظة شفنا في صح. الرندر يعني هي ولا كميه ازاي؟ الفيرتكس بتاعتك قد ايه من 39000 عادل؟ 297 بص كده لما تيجي تعمل رندر على الدور، بص هتشوف حاجه، هتلاقي طبيعية الكتله خالص. بتاعتك زي ما هي. بس هو كنا بنعملها في الشجر. خلي بالك في حاجه، هو انا ابتديت اعادل بزياده، يعني طبعا ما حدش بيحط يا مارينا 100، لا انا ممكن احط 500، ممكن احط 1000، يبقى انا عارف شكل الكتله بتاعتي اللي انا بشتغل ايه من بره. يعني انت لما تيجي تحط لي كتله زي كده، هو ده كلب ده مثلا ولا قطه ولا فار ولا شجره ولا كتله ولا مش دولاب؟ مفهوم فعلا. مش مفهوم. ففي بعض الناس بتستنفذ الكلام ده. انا بالنسبه لي خلاص عارف ان اللي بايظ ده الشجر او دي عواميد النور خلاص. وفي بعض الناس بتقول لك لا بدل ال 500 والكلام ده، لا خليها 1000 ما يجراش حاجه. لحد معايا ولا فين؟ تمام. خلاص. يبقى انت عندك الزيتونه الثانيه اللي هي بتاعت الفي ري بروكسي، كل اللي هي بتيجي تعمله بتعمل ايه؟ بتروح تقلل الفيرتكس بتاعتي اللي موجوده قدام عيني. خلاص؟ لما بتيجي قدام عيني، قدام عينيا قبل الرندر بيطلع كتله بايظه اهي. والكلام ده عشان انا بسجله لكم. لما باجي رندر بتطلع كتله زي ما هي. شايفه؟ تمام. بس في حاجه، في سؤال لازم حد يسالوني دلوقتي. الماتيريال لا. هو دي الزيتونه مهمه جدا يا اسماء، بس مش هي دي دلوقتي. في حاجه مهمه. هو طاير عن الأرض ولا إيه؟ واحد ماشي. السكيل سكيل. صغير. الله، ده هو انا دي واحده بس، هو انا عشان اروح اصغر الشجر، اصغر عدد الفيرتكس، اروح اعمله بري سكيل؟ ليه الشغلانه السوداء دي؟ طب ما انا مش عارف مين اللي عمل الشجر يا مرو، وبعد كده مين كبرها وصغرها يا عادل؟ طب انت هتقرف نفسك ليه يا عادل؟ اقول قبل ما انت تروح تعمل الكلام ده والكتله عندك هتشايفها، بص وصلت لفين؟ هتشايفها؟ هتروح انت جاي عامل زيتونه صغيره مستخبيه يا عادل، اللي هي ايه؟ اقول هتروح انت جاي، انا هلغي بس ده بوكس مثلا، كنسل. اعمل بوكس او لا لا حاجة. كنسل ده بس، يعني حاجه كنسل ده بس كده اهو، وهمسك الكتله بتاعتي. وفي عندك هي دي اسمها ايه كده عندك يا مارينا؟ اعدادات الكريتز. بتاعتي الكريتز الله. طب مش فاهم، هو انت في عندك حاجه هنا اسمها ايه؟ ريسيت اكس فور، ريسيت اكس فور، واقول له هنا ايه؟ ريسيت ريسيت سكيل سيلكت. طب ده سيلكتد. معناه ايه؟ معناها ثبت لي الشكل اللي قدامي ايا كان عدد مرات السكيل واصله مين عمله وايه اللي حصل فيه، ثبت لي الوضع اللي انا شايفه قدامي، السكيل اللي انت عملته في شغلك. قبل ما تعمل مين؟ قبل ما اجي اقول له كليك يمين واقول له هنا في ري مش اكسبور، واجي اقول له لو سمحت تعالى خليني مثلا ده، هتقول مثلا اهو، واجي اقول له لو سمحت احفظه لي على الديسك توب وبلاش نطمع شويه، بدل ما هي 100 خليها 1000 زي ما انت قلت. مش اقول له كده، الفايل طلع عندي على الديسك توب، همسك ال 39000 دي كليك يمين واقول له هنا هايد اهي. ايه الخطوات الثانيه يا اولاد؟ ها فيري بروكسي اهي، واجي اقول له هنا كده ادي بروكسي وادوس وان كليك. ثم اشوف هنا وأجيب اقول اهو الفايل اهو دبل كليك. يا عم الحاج ده كده واضح اهو. كده 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 انا عارف ان دي شجره، دي عربيه، دي قرد، ده اي يعني انا عارف كينونته ايه. وتلعب نفس البوزيشن، نفس الروتيشن، نفس السكيل، وهاجي اعمل ريندر اهو سليم. يبقى انا ايه خففت حجم الايه؟ الفايل مع الاحتفاظ في الريندر بمين؟ بشكل الكتله بتاعتي. بالشيب بتاعه. كان بقى عدول ده، تعالى بس نكنسل عشان بس ان ايه؟ امسك ده كده وهخليه رندر تاني. هو كام؟ 3000 من 39000، يبقى انت وفرت 36000 بس. وصلت؟ وصلت؟ وصل تمام. البتاع دي مهمه، فانا عايزكم تجربوها وتبعتوها لي، اللي هي في ري بروكسي. جربوها وبعتوها، دي مهمه قوي كمان. طيب
في كده مشكله عند عادل، عشان انا بسجلها لك عادل عشان لو حبيت ترجع لها. لو انت احنا اتفقنا على موضوع البروكسي، فانا بمسكها وباجي هنا رايت كليك، بمسك اصل الكتله كليك يمين، وهنا في عندك في كليك يمين في ري مش اكسبورت، شايفها عادل؟ اه فين هي؟ مش موجود. باين مش فين هي؟ موجود. فين هي؟ لا ما بدهاش. ماشي يا هرم، انا كمان عندي فاهمني يا هرم؟ مشكلة. ماشي. بص بقى هجيبها ازاي؟ دي في بعض النسخ مش موجود. حاجه هنا كليك يمين واجيب كاستمايز. حد فاكر القرص والبولر؟ اسماء انت رحت فين يا اسماء؟ انا موجودة يا دكتور، بس مثلا هتلاقي في عندك كليك يمين كاستمايز. حد فاكر التول بارز؟ فين التول بارز؟ ثاني واحدة وهتلاقي في عندك من هنا، هتلاقي في عندك حاجه اسمها مش اكسبورت او سيلكت اكسبورت، يعني بيبقى ليها كذا مسمى. ده مخلي بتاع ده صغنن قوي عادي قوي، يعني كله بزياده في الامتحان يا عدو. اكسبورت اهي، يعني عندك هنا اكسبورت ايه؟ اقرا اكسبورت سيلكتد نيكست تو هي دي، نوت. اروح جاي واخدها كده فوق. هتشايف دي؟ انا تمام بتكلم عشان اللي مش عنده تمام خلاص، واقول له هنا خلاص كده عادل هيعمل ايه؟ هيمسك كوتلا ويخش على الايكون اللي ضافه هنا من فوق، هيطلع نفس الويندو. وانا بعد ما بتلاقيها بحطها فوق تمام عادي. بتاخديها كذا بطن. وصلت؟ وصل. تمام. مين تاني عنده مشكلة؟ ناخد الاثنين اكيد. كانت في مارينا الاول في مطمعين. في سؤال مارينا كانت بتساله، بيقول لك انا عايز اخد مثلا الوايد كاميرا، او عايز ابتدي ان انا ابص اعمل هي حاجه اسمها كاميرا 360. هي في كام زتونه كده ممكن لازم تعرفيها في الايه عشان تعملي كاميرا 360؟ انا اروح اخد شوت اللي هو الانتيريور اللي احنا كنا شغالين عليه. المفروض ان هو كان هنا، هناخد حاجة بديلة وليكن هنا، وده مضمونوش فيه ايه كتقل يعني، بس هنجرب عليه. بص عشان تيجي مارينا تعملي كاميرا 360 هي ليها كام شرط. اولا انت هتروح هتعملي هنا كده كاميرا، واجي هنا كده في ري كاميرا، وخلي الكاميرا بتاعتي في نص المكان، شايفها؟ بس خدي بالك هي دي على الارض، ما خلاص احنا عرفنا انا ممكن اجي ارفعها، يعني ارفع مستواها على مستوى الارض. بس طبعا انت هتيجي تبص الاول عشان تبين لنفسك انت عايزه تبين ايه. حاجه اطلع بيها كده هنا كده مو في عادل صحيح، هتلاقي يمين انت بتطلعها مستوى النظر، ها هتلاقي يمين اهي مراج اهي. ممكن اجي هنا كده من موديفاي وابتدي ان انا العب فين في الزوم فاكتور والفوكال لينث، يعني اوسعها بس كده اعمل زوم ان او زوم اوت. هتشايف عشان يبقى الموضوع بالنسبه لي سلس وانا بلف داخل المكان. خلي بالك هو المكان كده كده ايه ضيق. طب عايز اطلع دي بقى كده 360، هعملها ازاي؟ هاجي هنا بعد ما انت اول حاجه تظبيط البوزيشن، ثم هتيجي هنا بالريندرنج على الريندر سيت اب، هتلاقي في عندك عنوان جوه في ري في الاخر اللي هو اسمه كمان. هاجي هنا في ري واجي هنا كاميرا، هتيجي تروح انت قايله له انا عايزه ايه؟ Override. اوفر رايت كاميرا خلاص، وهاجي اخليها هنا كده ايه؟ Spherical. طيب بعد ما انت تخليها سفيريكال هتيجي تحطها هنا اهو كده ايه؟ 360. تمام. خلصت انت دي، في زتونه تانيه جوه كومن، هتلاقي في عندك هنا الريشيو بتاعك. المفروض انا هاجي اقول له لو سمحت ان الويتس بيكون ضعف الايه؟ يعني خلي ده 800، يعني انت لو هتخلي دي 800 افتح ممكن القفل بقى كده. انا كده كده فاتح يعني، يعني دي 600 ممكن اوكي اخلي دي كده هنا 1200 1200. طابل يعني. هتشايف؟ اللي هي الناس بتاعتها اللي هي الاثنين خلاص، واجي اعمل هنا كده ايه رندر.
طبعا بكون انت مظبطه بقى الاكسبوجر، بتكون مظبطه اللي هي بقيه اللايت بتاعك. هتشايف؟ هتشايف الشكل المعكوك ده؟ طيب. هو جاب لي كله جنب بعضه زي افراد كده. ايوه، بس الصوره اللي موجوده دي اللي هي 360 لازم يكون في بروجرام يبين لك ان هي ايه 360 درجه، يعني حاجه عارض دي. تعالى بس قبل ما هو يخلص جزئيا، ممكن اجي اقول له هنا مثلا في بروجرامز جاهزه 360 درجه فيور مثلا، بس مش عارف ممكن نجيبها. حد معايا ولا فين؟ مع حضرتك. مع وده حضرتك. انا بعت لك الويب سايت اللي هي بتشوف الصوره بتاعتك اونلاين، يا دوبك انت تعملها دراج او تعملها اوبن. تعال نشوف كده، خلص صح ده اه ولا لا؟ اهو هنسيبه، هقفل الريكورد بس لحد ما يخلص. بص، هو كده اتعمل ريندر خلاص، وطلعت الصوره اهي وسيفتها تي اي اس. وهفتح بقى اللي هي الويب سايت اهي، انا هقفلها تاني اهي، وافتح هنا ابلود ايمج كومبايل، واشوف فين الايمج بتاعتنا اللي احنا هنعملها. واحد اثنين تلات ثلاثة. وحدات اهي فوق على اليمين اهو، اول واحدة صف الفوق. بص عامل ازاي؟ شايفة؟ ادي رد. طيب تمام. وصلت. فبقى الموضوع سهل يعني، بقى الموضوع ايه، بدل ما اروح اعمل الفيديو كامل، لا بقى ده ممكن تأدي بالغلط. طبعا خلي بالك الصوره اللي انت بتطلعيها من الماكس بتكون هاي كواليتي وهاي سيتنجز، وترفعي كل حاجه بتكوني خلاص صوره كانك هي دي الفاينل بتاعك، فلان العميل بيخش على كل تفصيله ويبص خلاص دي بدل الاي في اي بالنسبه له، يعني دي فرجته على الديزاين بتاعك من خلال الصوره، الصوره اللي هي المتحركه ليا هي 360 ده. وصلت؟ وصلت؟ وصلت. تمام. تمام يا دكتور. حد فاكر الجريدينت اللي احنا خدناه في المحاضره اللي فاتت؟ أو يعني ايه أم جريدينت؟ يعني هو عباره عن مزيج لوني، وكان في عندنا حاجتين اللي هي عندي يا اما جريدينت يا اما جريدينت رام. هو ايه الفرق؟ جريدينت ده ثلاث الوان او ثلاث صور متداخله، الرام باي عدد من الالوان لكن ما بيدخلش صور. بس هو هنا في مشكله، مشكله كبيره قوي. انا بس طبعا عشان اشوف الايفكت عندي هنا اهو على الكائن ده، وطبعا الوايرز دي مضايقاني، هدوس على الدبوس ده كده شايفه، ولو انا شلت سيلكشن كده اي افكت هيظهر عليه، مش فاهم هاجي كده وهاجي هنا اختار اي سلوت. ماشي يا معلم، هعمل اساين وهعمل هنا شو، وهدوس وان كليك على الدبوس واشيل السيلكشن. هتشايف حاجه؟ لو انت جيت غيرت اي حاجه من هنا هيطبق عندك على الكتله بتاعتك، شايفها من غير سيلكشن، ده معنى كلمه الدبوس ده. انت معايا ولا فين؟ تمام. طيب هاجي بقى كده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، هاجي هنا بجريدينت عاديه خالص يا مروه اهي، وحضرتك هتيجي تختار الجريدينت اهي خلاص. اذا جت ولا ما جاتش؟ ما جاتش. ايه ده ليه؟ دي معمول لها برو اوبتمايزر، مش مهم برو اوبتمايزر، الحق دي جت بس جت فين؟ في العين. ما احنا اتفقنا ان انت عندك اي ماكينه ما بتظهرش يا اسماء لا جامد بيلا منه ولا بيلا بيمر، خلاص عرفنا اذا فين او بتاع تخصص. ايه ده يا عم الحاج ده؟ بيلا دي وحشه قوي. عادي، هي مش وحشه بس امر أنا اللي جريدينت، مختار. امر جريدينت او جريدينت رام هو ملوش علاقه يا عادل بالتفاصيل، هو بيديلك المزيج اللوني من اول نقطه يا مارينا يا ياسمين لحد اخر، هو ملوش علاقه. طب معلش انا دلوقتي محتاج ان انا الجريدينت بتاعي يكون على القرون، يكون على الودان، يكون على المناخير، يعني كل حته فيها غامق وفاتح، ولا كده عاجبكم؟ لا، حلو، بنغير اعمل ايه النقطة. بقى؟ لا انا مش هاخد جريدينت اصلا، يعني هاجي كده اقول لك مش عايز جريدينت. طب ما انت هتعمل ايه؟ هاجي اجي اخد اخو جريدينت، يعني هاجي هنا كده من ديفيوز وهاجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي هنا امر اسمه ايه؟ قول له أولف اه. حد يدقق النظر كده؟ مين لابس نظاره زيي؟ اهو هتشايفها؟ أيوه. ولا زي عادل كده مصغر الايكون؟ طب كليك يمين كده على الدول وقول له لو سمحت انا مش شايف، خليها لي كبير. اي بص عامله ازاي؟ اوكي، بص دي الفلو؟ احلى كتير، اه دي يبقى احلى تدريجه، كتير. اه دي تدريجه لون اهي، هتشايفها؟ لا طب معلش انت بتقولي ان هي اختها وفي نفس الوقت اه، بس الافاده الزياده بتاعتها ان هي بتهتم بكل جزئيه صغيره تدي لها جريدة. ظبط فيها. جت هنا خلاص، ادي اللونين المستخدمين بس او صورتين بس، ممكن اخلي اي لون من الاثنين هو السائد
سواء الغامق او الفاتح، ابدل الالوان بس كده شايفهم. ايوه طيب واشوف واعمل رندر اهو، وريني كده، وهل فعلا هو هيدي على الاجزاء الصغيره اه ولا لا، وهسيبه يرندر. يبقى كده قبل ما يخلص الفارق ما بين الجريدينت والفول اوف، ان الجريدينت ما بياخدش في اعتبار الاجزاء الصغيره المكونه للكل، اما فول اوف بيروح يعمل لي جريدينت على كل جزء ولو صغير، على الاقل بيبين لي موضوع هنا ايه الشادو او الموضوع بتاع الشيد بتاع الشكل، اديني التقسيم مش عارف حد شايفه اه ولا لا، بس ما يخلص براحته. تحدث الشكل اتكحل او اتحدد او اتعمل فيه لاينز، فهو ده الميزه او الافاده اللي هي بتاعت فلو. بيعمل ايه؟ بيديني جريدينت على كل جزء ولو اجزاء صغيره. تعال ناخد مثلا هنا بالسهم ده، اقف هنا على الودان اهو، ما هو السهم ده ممكن اللي انت بتشاور عليه هو بيروح يعمل له ريندر في الاول عادي. لا شايف جريدينت غامق فاتح غامق، هتشوفها. بس في سؤال بقى مهم جدا، هي الخامه اللي انت شايفها دي خامه ايه؟ انت بصرف النظر، قريبة للمعدن شوية. خلي بالك بصرف النظر، انا عايزك تكون حاسسها ايه او انت شفتها في حياتك ايه. انت قلت يا اسماء اللي هي خامه المعدن، في حد عنده راي تاني؟ قريبة شوية للمعدن. انا شايفها قماش بصراحه، ايه رايك؟ أنا لو عملت زوم أيوة فيها تفاصيل كده ظهرت شوية يعني قماش، تمشي في قماش ماكسيما. سيما ولا كرتون؟ انتوا حاسينها ايه؟ حاجة معينة جلد؟ جلد، ليد؟ لا لا ممكن خزف مثلا، معدن لكن المهم ان هي مش قماش صح؟ مش لا حاساها قماش، مش عارفة حلو ليه يعني، حلو حاساها قوي. حاجة صلبة، حاجة كده ليها. انتوا متفقين مع اسماء؟ لا انا مش حاسس قماش، تمام بس هي حلو عليها قوي تكستشر بس حلو مش حلو. عارفة. انا نفس الكتله دي انا هسيبها زي ما هي، هسيب الماتيريال بتاعتها بس هخفيها وهظهر الكتله الثانيه اللي هي دي، هتشايفها؟ وهديلها نفس الخامه، انا مش هعدل فيها حاجه، يا دوبك انا هعمل هنا ادي ايه؟ ادي الكتله بتاعتي اهي، واقول له كده ادي اصلا، هعمل اكتر من كده. حط معايا برضك؟ تمام. هعمل وهعمل رندر. وانا عايزك تقول لي دلوقتي اللي انت شايفه ده قماش ولا مش قماش، بس يرندر براحتك. طب انت عايز توصل ايه؟ خلي بالك في منتهى الاهميه شكل الكتله، الديزاين إن بتاع الكتلة الكتله اه طبعا بتلعب عليها تاثير رهيب على شكل التيتشر او شكل الماتيريال. انتوا حد سامعني؟ يعني بص اما يخلص براحته وانت قول لي شخصيا هل انت حاسسها قماش ولا مش قماش؟ هي نفس الخامه اللي انا كنت حاططها هنا. يعني دي كده قلبت قماش شويه؟ قلبت قماش شوية، كتير مش يبقى شوية. هي طالما هي نفس الخامه، خدت بالك وحطيتها مره على الكائن ده وانت قلت لي لا دي مش قماش، وجيت انا عندي على كتله تانيه وحطيتها هي نفس الخامه قلت له قماش اللي هي ترندر دلوقتي دي، يبقى معنى كده نوصل لمعادله مهمه، شكل الكتله اللي انت عامل الديزاين بتاعها كموديلنج عليها عامل اساسي وكبير في اظهار شكل المادة. حد معايا ولاد ولا تمام فين؟ تمام وصلت؟ ايوه وصلت؟ اه تمام تمام وصلت. بص يا دكتور، طيب وانا عملت ايه؟ اديتها لون الاول احمر، وبعدين دخلت اديتها خلي بالك في البروف تمام، بتدي نفس اللون بس لونين مختلفين، يعني الغامق والباقي. يعني مثلا الاول اول ما اوكي، باجي عشان كده طلعت معايا رمادي. بص اول ما باجي اخد اساين وشو اهي، خلي بالك باجي اوكي اقول له هنا كده من ديفيوز، واجي اقول له ادي تمام كولر، الستاندرد بتاعه بيخلي الاسود فوق والابيض تحت، يعني انهي لون انت عايزاه يبقى سائد عن التاني. عايزه ماشي. تعكس الالوان مفيش مشكله. طب الوانك ايه؟ اللون الغامق ده فهاجي اختار له مثلا ولنفترض اللي هو النبيتي الغامق اللي هو، وهاخد اوكي كوبي نفس اللون اه يعني فوق. نفس اصل اللون، بس هتيجي تدي له اللون بتاعه اللي هو الاحمر الصريح مثلا، شايفه؟ او اوكي هتبتدي تلعبي في النقطه دي، انا عايزاه يبقى اغمق يعني حاجه بسيطه ماشي بس من نفس اصل اللون. خلاص كده؟ كده هو بقت عباره عن جريدينت واخد لونين صح؟ صح. هتلاقي في حد تاني يا جماعه معايا؟ اومال هتلاقي في عندك من تحت في عندك حاجه اسمها ميكس كيرل. الميكس باشمهندس، كيرل تاني من أول وجديد. نعم فندم؟ ممكن من أول وجديد. ما انا ما عملتش حاجه، ده هي يا دوبك اديته هنا جريديان، اعملها لك تاني حاضر اخلص دي واعملها لك، بس انا جيت من هنا وخدت فولوف وخدت لون هنا نبيتي غامق وهنا اللون الاحمر بس، ما عملتش اكتر من كده في الجزئيه دي.
ايه الجديد بقى؟ ان انت هتيجي هنا على الميكس كيرف ده، هو عباره عن كيرف ما بين نقطتين، يا اما تخلي تاخدي النقطه دي تنزلي بيها تحت، ايه اللي هيحصل؟ اللون الغامق سفر. الغامق هيسود اكتر. لا، لو انت نزلت النقطه دي معاك. تحت اللي هو الفاتح، هو اللي هيبقى ايه؟ هيبقى سائد على اوكي التحت. طب لو ماشي، خدتي النقطه اللي هي عند الزيرو وطلعتي بيها فوق، فمع كده انت اللون هيبقى الغامق هو غامق اللي هيبقى اوي. سائد. طب هعمل ايه؟ عشان اروح اعمل شكل عندي شكل الحرير، كل حاجه وليها الشكل بتاعها. على الفولدر اللي انتوا خدتوه هتلاقي في عندك يا معراج في فولدر كده فيه حاجه اسمها ماتيريال سيتنجز. شايف حد عنده الكلام ده؟ اه والله. ايوه لو ايوه جيتي بصيتي هتلاقي في عندك، لو جيتي بصيتي من تحت هتلاقي في عندك هنا ايه؟ هتشايفها؟ كل شكل من الاشكال دي كلها ليه افكت معين. ليه؟ اوكي خلاص؟ طيب فانا هعمله الكلام ده ازاي؟ هاجي كده اهو، وهاجي هنا هدوس نقطة. احنا كان عندنا كام نوع؟ انواع نقط، كورنر، ثلاثة سموث، أربعة تقريبا بيزير، بيزير أربعة كورنر، هحط أه في نقطة في النص أربعة واجي اخد النقطة دي انزل بيها تحت، واجي هنا أوكي اضيف له نقطة. لازم ترسمي نفس الشكل ده، واجي هنا كده النقطة دي كده اروح طالع بيها فوق، واجي هنا كليك يمين اخليها هنا سموث، واروح واخد الدراع ده كده ابو علي واروح عاملها كده رايت كليك بيزر سموث، واخد الكيرف ده كده اعمله كده نفس الشكل. يعني هو ده اللي هيدينا الستان او الحرير. اه بس كده. بص كده لما اجي اعمل ريندر، هو أصلا على الكرة ظهر، يعني على الكرة أصلا كان ظهر. تعالي بس نكبر اللي هي المربعات اللي هي بتاعت الباكت، تعالي خليها ريندر سيت اب، واجي اخلي هنا جوه في ري بدل ما هي 12 اخليها 48 كمان حجم الباكت اللي هو بيروح يعمل رندر، يعني ياخد شويه بيكسلز قد ايه. خلي بالك يا علاء عشان هعيدها لك تاني. علاء اوكي اهو هو ظهر بصي بس بصي، خالص. مش انت قلت لي من شويه عيدها تاني؟ ايوه اوكي خلاص. ده ستان، ده اول ستان، اه ده ساعتين ستان ونص. خلي بالك عادل ده خلاف المشمع، يعني مش هروح اديله ريفليكشن ولا حاجه خالص. تاني كنسل تمام. ومارينا وفنانه اهي. هاجي هنا كده هاخد اي سلوت الاء، هعمل اساين وهعمل شو. هاجي بعد كده على الديفيوز واروح جاي واخد هنا الفول اوف اهي، وهعكس اللونين. تعالي ناخد على ذوقك انت الاء الالوان. ممكن أزرق اوكي ناخد الغامق بتاعه كاتب خالص اهو، وهاجي اخد كوبي منه، وهاجي اخد الفاتح بتاعه وليكن الازرق الفاتح اهو، هنزل تحت حاجه اقول له في الميكس كيرف، هطلع بالنقطه دي كده فوق وادوس هنا اضافه نقطه وانزل بيها تحت. خلي بالك انت عندك في خامات جاهزه كتير، بس انت لو ما فهمتيش الكلام ده مش هتعرفي تعدلي اصلا على الخامه الجاهزه. يعني احنا بناخد الكلام ده عشان كده، سهلي على نفسك بالجاهز، ثم لو حبيت تعدلي فيه فده في امكانيه، يبقى انت فاهمه امتى اعدل فين. اوكي اهي الجنين اهي، واعمل ايه؟ ستان ولا مسافان؟ ساعتين طبعا. ده ستان ونص كان. وصلت مروه؟ دكتور وحضرتك خليت ازاي رزق الفيلم تبقى احلى؟ عملت ايه؟ الريزولوشن بتاعت الصورة او البيكسلز لا يعني المربعات دي كده اللي هي اه بتاعت ان هي الريندر، يبقى شكلها احسن. جيت خليتها هنا كده من ريندرينج يعني ريندر سيت اب، قلت له في الباكت اللي هي المربع في الباكت اللي هو ده، خليت هنا الباكت ويت خليتها 48، ممكن تخليها 24 فتصغر، ممكن تخليها 12. يعني انت بتقولي تاخد شويه قد ايه بيكسل تعملهم ريندر وترجع لي، فكل ما كانت اصغر كل ما كان اسرع. وصلت؟ أصلا حد يعرف يعملها؟ يا دكتور نعم يا فندم. ممكن الصور اللي قبل شوية الكانفا تحت بتاعت الخامات دي اللي هي اللي هي مترجمة بالعربي ممكن ترسلها لنا؟ اه طبعا، ما هي انا بعت لكم الباكج كلها، مش عارف هي مش انتوا خدتوها عملتوا لها داونلود ولا ما عملتلهاش؟ في المكتبة. أيوة اه ده اه في موجوده المكتبة. هتلاقيها، اه اه موجوده طبعا.
طب شيكوا عليه، انا اوكي ممكن طيب ابعتها لكم، ممكن ابعتها لكم على الوقت، على الواتساب، بس انا اقصد ان هي على المكتبه هتبقى احسن. ايوه بس ايوه ولا تزعل، احنا عندنا كاميرا راجية. شكرا. عفوا عليك، بتوصل لك واحدة واحدة. يلا اللي يخلص يبعت. طيب تاني يا مارينا، ايه يعني انت مثلا وانت بتحددي الريزولوشن بتاع الصوره، انت محتاجه تشوفي الصوره كده لحد كده، ولا محتاجه ان انت لما تيجي تعملي زوم ان قوي اشوف التفاصيل والزخارف دي؟ اه محتاجه اشوف التفاصيل والزخارف دي. طب اشوفها ازاي؟ انت ممكن توصلي لحد 2000 2500 3000 او 4000 بكسل بالريشيو بتاعي، بس خدي بالك برضك لو انت جيتي عملتي زوم فهيبكسل. اشمعنى؟ هو انت عندك الزوم الطبيعي او المقاس الطبيعي اللي انت بتجيبيه هو اللي انت بتشوفيه؟ مش فاهمه. يعني انت عندك ادي صوره اهي، لو انت جيتي قلت له لو سمحت انا عايزه كده، قلت له انا عايزه اللي هي البرنت سايز المقاس او الاكشوال بيكسلز، شايفه ده المقاس الطبيعي، هل انت شايفه ان في حاجه مبكسله؟ لا خلاص يبقى ده المقاس الطبيعي اللي انت هتشوفيه بعينك المجرده لو طبعتيه على ورق. لو انت جيتي هنا عملتي زوم وده وظيفه موجوده في اي حته، انا بعمل زوم ان عشان اقدر اتفرج بس على ايه؟ على البيكسلز، لكن دي مش الصوره بايظه. انت فاهماني؟ يعني انا لو جيت هنا وكده عندي على الصوره اللي هي دي، وجيت قلت له هنا ادي سيف، وجيت قلت له انا عايز هنا وكده الفايل بتاعي هخليه هنا تي اي اف اهي، واسم الفايل يا مارينا كذا. يعني اصلا اصل حل السؤال ان هو ده مش عيب في الصوره يا مارينا، دي وظيفه انت اوكي بتستخدميها وقت ما تحبي. يعني انت عندك هنا ادي فايل اوبن اهو، وحاجه اقول له لو سمحت اديني على الديسكتوب اهو، وادي الصوره اللي هي راحت فين اهي اهي صفر اهي اهي اهي. حلو، واجي اقول له لو سمحت انا محتاج اشوف الاكشوال بيكسلز اللي هي البرنت سايز اهي. اي حاجه في محيط اللي انت شايفاه ده كده، هل انت شايفاه مبكسله؟ لا لا بس لا انت اللي اخترتي انها تكون صغيره بناء على الريزولوشن اللي انت اخترتيها، دي اختياراتك انت، ان انت مش عايزه تفاصيل. انت فاهماني؟ يعني الويت والهايت انت اللي محدده او مقرره ان هو يكون حجمه صغير اهو 640 في 480. لكن انت هل انت تقدري لان انت تروح تعملي زوم ان؟ اه براحتك زي ما انا عايز، بس ما تلوميش الا نفسك وانت لما تيجي تبص على البيكسل، ما هو دي وظيفه موجوده، ولو حبيتي تزومي زي ما انت عايزه اهي براحتك. يعني انت زومتي على الصوره هنا كام في الميه؟ 1000 كام؟ 12800، حد شايفها؟ ايوه دي وظيفه حجم وظيفيا موجوده. الطبيعي. وصلت مارينا؟ اوكي طيب كده طار، كده طار ربع الفاينل صح؟ بص كانت الزيتونه اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي انا دبستكم فيها اللي هي شكل الشموع ده، فانا همشي وصلت. معادي الخطوه بخطوه. انا همسك كتله وهاجي هنا ادي الماتيريال، وهاخد اي سلوت واقول له اساين وشوف البدايه عشان ما ننساش، اوكي ثم هاجي هنا كده من ديفيوز يا مروه، وهاجي اخد فول اوف. ليه فول اوف؟ عشان تديني جريدينت في الاجزاء اللي فيها تنايه. تمام هبدل، ممكن اختار عكس الوان، ممكن اعكس الاول، ابدل الاول، اختار لون. الشموع ده في عندك هو اسمه شينوا، يعني اقصد بس المتدارج عندنا هنا اهو كده اللي هو شموع ماشي، المعروف بتاعه اللي هو اللون الجملي او الاورنج المكتوم شويه، لكن في عندك شموع كل الالوان، لكن تمام المشهور فيه اللي هو البنيه. اوكي ماشي، ممكن اخد ده مثلا اهو، وهاخد بس ده مكتوم شويه، ممكن افتحه كده اهو واخد الكوبي فوق كده، واروح واخد منه نسخه تاني فوق يا عادل، واجي اقول له لو سمحت يا مروه انا محتاج من ده اللي هو الفاتح بتاع البيج كده، يبقى في عندك درجتين فاهم، بس المهم انها ما تقلبش جراي. ده حد معايا؟ ايوه يعني في يكون في اختلاف لكن ما يقلبش معاك جراي كده. اوكي واعمل ممكن انا اللي فوق دي يا دكتور تاخد باترن معين ليه علاقة مين بقى؟ بشكل لا مين الشمال اه مين بقى اللي هياخد باترن؟ نعمل لاير تاني فوقيه. لفوق. حلو استنى بقى، بص انت قلت ثانية احساسك واحدة، هو واحساسك صح، خلي بالك قول يا اسمع. هو احنا مش هنلعب في الإفكت اللي تحت اللي هو لا انا مش الرسمة عايز لمعه، لا مش عايز لمعه خالص، خدت ايه بالك؟ جنب اه مفروض. انا محتاج، انا محتاج الشكل ده، خدت بالك؟ طيب ماشي انت كده مشيت لحد كده عادل حلو، طب هو محتاج ايه معراج؟ جه عادل قال لك انا محتاج لير، لير ايوه هو ايوه يعني ايه؟ يعني ايه كلمه لير يا معراج؟ مش ترجمه، ترجمتها طبقه، بس انا اقصد يعني ايه لير؟
يعني انا بروح احط شفافات فوق بعضها يا مارينا عشان تظهر لي البلان كله. انتوا حد معايا ولا فين؟ اه تمام تمام. طب هو هنا في وظيفة احنا خدناها بنحط لير على لير؟ الاوبستي لا، ولا دي ايه؟ كده عشان عشان كلمة لير هيعادل ليك مني 5 درجات. هجيبها بقى ازاي هنا اهو؟ هتلاقي في عندك يا هل مارينا، هخش بص هرجع جو تو بيرنت، انت مجرد انت مديه من ديفيوز اعتبر لك فولو. حد معايا؟ أمين هروح جاي على مين؟ فيري ماتيريال وهتيجي من جوه الفيري هتلاقي في خامه عندك هنا، هو اسمها ايه يا فنان؟ فيري بلند ماتيريال اه، ايه هي كلمه بلند؟ بلند كده ايكوال اللي قالها عادي، اللي هي ليرز، دي عباره عن خامه بتسمح لك تحط 10 ليرز فوق بعضها، 10 خامات فوق بعضها. حد معايا ولا فين؟ تمام تمام ايوه معاك حاجه حاجه دبل كليك. عادل انت عايز تحتفظ بالفولو اللي انت عملته؟ اه طبعا. اه فيروح هو حاطه لك فين؟ بيز ماتيريال وعندك 9 تقدر تحطهم فوق البيز ماتيريال. انا مش فاهم يعني ايه؟ يعني اقدر اجي اه هنا عندك هنا حاجه اسمها كوت ماتيريال يا مارينا، وعندك البلند، البلند هنا هو بلند اماونت بحط فيها صوره. يعني هاجي هنا من جنرال بيت ماب واجي يا مروه اجي اقول لو سمحت خد لي صوره من الصور اللي انا بعتها لك مثلا، ولنفترض يا مروه مثلا هاجي اخد التكتشر دي خلاص، وعايز اخلي مثلا تكرارها خليها لي مثلا 3 في 3. اوكي طب حلو، انت اخترت التكتشر وكررتها جو تو بيرا اللي انت حطيتها هنا اهو، هتخليها بأنهي لون؟ مش فاهمك انهي لون ازاي؟ يعني انت الصوره اللي انت حطيتها هنا اهو هتيجي عند الكوت ماتيريال وتختار في ري ماتيريال، عايز شكل الورده دي لونها ايه؟ تعال نختار نفس مثلا اللون اللي اخترناه بس اسود أغمق أو براحتك، أفتح. اسود اهو. ايه النتيجه اللي حصلت للاير دي؟ إن هي بقت ابيض؟ أسود لا باينة لا باينة. لا مش عايزه اسود. جات مروه قالت لي انا محتاجاها انها تكون لونها ابيض احمر، اي عشان بس ما حدش يقول، عشان ما حدش يقول لي صوره الصوره نفسها لونها اسود اهي. انت حد معايا؟ حد معايا اولاد ولا فين؟ أيوة تمام ماشي خلاص، يبقى انا كده البيز ماتيريال حطيت لها ايه؟ فول اوف جوتوبير اهي، وعندك هنا الكوت ماتيريال والبلند، البلند بحط صوره وهنا بلونها خلاص، ماشي بلونها تمام ازاي؟ سواء لون او اي حاجه، اي خامه اهي، اي حاجه تعجبك. اي ماشي، بس دقيقه واحده بس، هو مال الكلام ده ومال الشموع؟ اقول انت دلوقتي عندك البيز ماتيريال دي مش انت حطيت فيها فول اوف؟ هاخده من هنا، يا اما اكتب ارقامه في ورقه يا اما اخد ده كوبي تمام احتياطي، تمام ثم اجي اقول له جو تو بيرنت. مش احنا اتفقنا ان البلند بحط صوره وان الكود بحط لون؟ هو ايوه بيرد. ايوه بنحط لون ايوه صح طيب حاجه، اخش على الماب واقول له لو سمحت خد لي صوره وليكن اللي هي الدارت ماتيريال هي دي اوكي عشان تبقى المعلومة مالها، شفافة هرجع جو تو بيرنت. بروح هاجي في بقى هنا اللون لونها، واحط اللون اللي انا اخدته من فولوف انا مش عايز يكون لونها ازرق، ده انا هكليك يمين واقول له بيست مين؟ الفولوف، بس الكوبي اللي كان معايا الفولوف ايوه جدع اللي هو اوكي الوانه ده. تعال بس ماشي نشوف الصوره كده. عادل انت معايا ولا فين؟ اه معاك بص انا بس مجرد يا اما اغير الواني يا اما اقلبهم بس مؤقتا. بص كده الفرق، بص الديرت ماتيريال تظهر هنا عندك عامله ازاي؟ اوكي ده كده اه ظبط تمام. بص كده لما اجي اعمل هنا رندر تطلع ايه؟ هو الموضوع مش صعب خدت بالك، لكن معنى كلمه بلاند انت عندك اصل ماتيريال موجوده في الارض وفي نفس الوقت بتحط عليها 9 طبقات تانيه بماتيريالز. تمام وكده انت لسعت مني 5 درجات لا ثانية يا دكتور كده يا احنا دكتور، كلنا احنا خدنا نص الفايل كلنا خدنا كلنا نص ال نص لا الفايل والله هو كلنا عادل اللي شاركنا يا دكتور والله عادل عادل هو اللي قال ليرز والله. ايوه ماشي ما حضرتك قلت اللي وانا هيجاوب قلت اللي هيجاوب يرتب فوق انت قلت اللي يرتب فوق، يعني التفرق دمه بين القبائل. يعني اقول سؤال ايوه تاني، وانا قلت فلوف هتعمل انت فلوف قلت فلوف والله قلت فلوف خلاص، وانا قلت اللي هو الديرت ده عيد بقى هيبقى خلاص عشان بس ما حدش يتظلم يعيد السؤال تاني. ماشي
احنا خدنا نص الفاينل كلنا عشان احنا بنحب زمان عادي. ممكن اديك نص الفاينل بس ادبسك في فاينل ايه؟ غير. يا لهوي. لا براحتك. لا 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 مش مشكلة. ايه رايك على الدول؟ لا وانا تمام كده كده مستريح، حضرتك موجود طيب بص عامله ازاي؟ ممكن تبقى جلدي مقلوب وممكن طب هي كده شكلها مش حلو، اصل انت خلي بالك احنا قلنا سريعا ايه؟ انا روح اقلب الالوان اللي هي دي. طب انا مش عايز اقلب اللونين، يعني خلي الالوان زي ما هي بس هاجي ده افتحه حاجه بسيطه ويبقى عينك عندك على الكوره دي على التعديل لحد ما تيجي الشكل اللي انت عايزه. اجي على اللون الفاتح اللي هو ده واقول له لو سمحت طب فتحوا لي شويه كده شوف كده هتظبط هنا. لا ما يعني مش قوي، طب غمقه كده شويه شوف كده. انت حد معايا ولا فين؟ انا ما اهو حددت يبقى انت معاك. كده يبقى انت كده بتختار الفولوف بتاع الخامه ايه الاولانيه اللي هي جوتو بيرنت هي مرتين. خلي بالك انت ممكن تحط كمان، يعني ممكن اجي على كلمه نو ماب واجي هنا مارينا اجي اقول له بيت ماب يا ياسمين واخد التيتشر دي خلاص ثم جوتو بيرنت واجي الناحيه الثانيه اجي هنا كده في ري ماتيريال اهي وقول لو سمحت لون الورده اللي انا حاططها عايزها يكون لونها اسمر او اسود. يبقى انا عملت شاموا وفي نفس الوقت عليه التيكتشر دي. بص كده رندا، علينا نقشة. يعني الموضوع بالنسبه لنا سلس يعني الموضوع بسيط. وصلت؟ وصلت. وصلت؟ تمام.